وجود الملف الديمقراطية الوهمية، هل تسعى إسرائيل فعلا في أن تتخلص من كل القيود المحكمة العليا؟ وما هي الغاية المستترة من وراء تعريف نفسها على أنها دولة ديمقراطية وتغير في تعريف التعريف الديمقراطية في دولة إسرائيل؟ كل هذه الأسئلة طرحت من خلال مقال اخترناه لكم اليوم، كتبه الكاتب أنطوان شلحات والذي نشر على موقع 48. إعادة إنتاج خدعة الديمقراطية الإسرائيلية بقلم أنطوان شلحت. يدفع مشروع قانون تجاوز أو الاستقواء الذي يسمح للكنيست الإسرائيلي بإعادة سن قوانين تبطلها المحكمة العليا في حال حصولها على أغلبية 61 نائباً، مزيداً من أوساط المعارضة والمحللين إلى توكيد أن الحديث يدور حول عملية محكمة لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية من أساسها عن طريق تدمير جهاز القضاء وتطبيق القانون، كما كتبت مثلاً وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني. ومع أن الذريعة التي تستخدم للدفاع عن مشروع القانون هذا هي السياسة المطلوب انتهاجها إزاء العرب وطالبي اللجوء الأجانب، فإن ثمة غاية مستترة منه هي ترسيخ البنية التحتية لمعادلة فحواها أن الديمقراطية معناها أن الأغلبية هي التي تقرر، حتى فيما يتعلق بعلاقات القوة السائدة بين ألوان الطيف السياسي داخل مجتمع اليهود، والأغلبية هي دولة الاحتلال الآن هي للأحزاب اليمينية والحريدية المتزمتة. وتشمل الذريعة المذكورة عدة مسوغات، في مقدمها الأمن والحفاظ على الطابع اليهودي للدولة، سواء في مواجهة الفلسطينيين أو ارتباطاً بترحيل طالبي اللجوء من أفريقيا. ويوحي معارضو مشروع القانون بأن المحكمة الإسرائيلية العليا باتت الحصن الأخير لحماية حقوق الإنسان، وبأن هذه المحكمة تؤدي على أكمل وجه مهمتها بشأن التحقق من أن قوانين الحكومة وأفعالها لا تعتدي على حقوق المواطنين، كما توحي بالدلالة عينها تصريحات أطلقها زعماء حزب البيت اليهودي الذي يلح أكثر من غيره على سن مشروع القانون المذكور، مثل التصريح القائل أنه يجب إرسال جرافة لهدم المحكمة العليا أو الصهيونية لن تحني رأسها أمام منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وداخل هذا كله لا يغيب هدف تلميع صورة بنيامين نتنياهو التي تحوم حوله شبهات كثيرة بالفساد كزعيم وضع الأمن في رأس سلم أولوياته منذ تسلم مهمات منصبه قبل نحو عقد، ولا ينفك يؤكد ضرورة جعل السلام مستنداً إلى الأمن، بل يعاد التذكير بأن أول خطاب سياسي يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين وألقاه في جامعة بار إيلان عام 2009 عكس تحولاً مهماً في سياسة إسرائيل يتمثل في العودة إلى المفاهيم التقليدية المعتمدة على الأمن مفتاحاً لتحقيق أي تسوية. في واقع دولة الاحتلال لا تقف المحكمة العليا في وجه إجراءات المؤسسة الأمنية، وهذا المسلك يلازمها على الأقل منذ مهرت بتوقيعها قرار إبعاد 415 مناضلاً من حركة حماس إلى مرج الزهور في لبنان في نهاية عام 1992، والذي اتخذه رئيس الحكومة السابق يتسخاك رابين عقب قتل جندي من حرس الحدود من خلال الالتفاف على الإجراءات القانونية اللازمة. ففي ذلك الوقت توفرت كما تشير الوقائع إمكانية لقيام المحكمة العليا التي قدمت لها طلبات التماس في هذا الخصوص لمنع تنفيذ قرار الإبعاد، وانكب قضاة المحكمة ساعات على بحث الموضوع ومناقشته ونشب خلاف بينهم، لكن وبعد مداولات طويلة وبينما كان المناضلون يجلسون 14 ساعة في حافلات باص وهم مكبلون بالأصداف ورؤوسهم مغطاة، صادقت المحكمة على قرار الإبعاد. من هذه القضية سيرد في إحدى الدراسات الإسرائيلية اللاحقة أنه إذا كان رابين رغب آنذاك عشية مفاوضات أوسلو في تقديم حكومته محبة للسلام وتمثل المجتمع المدني الصاعد في إسرائيل، فإن إبعاد أعضاء حماس يدحض هذه الصورة، فطرد الناس وإبعادهم عن وطنهم محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، خصوصاً إذا كان هؤلاء الأشخاص غير متهمين بارتكاب أي جريمة. وهكذا عوضاً عن رابين المطلع للسلام برز في قضية الإبعاد رابين الأمني الذي يلقي بكل ثقله في التجاذب الناشئ بين أذرع السلطة في إسرائيل من أجل إملاء موقف المؤسسة الأمنية على جهاز القضاء وليس العكس، كما أن حقيقة تأييد وزراء ميرتس في الحكومة قرار الإبعاد أثبتت مدى ضعف المجتمع المدني في إسرائيل. عندما يدور الحديث حول الأمن
الأمن الذي كان ويظل الغطاء لإعادة إنتاج الخدعة الإسرائيلية بشأن الديمقراطية دولة الاحتلال، وللتعمية على أنيابها المفترسة إزاء غير اليهود. إذا مشاهدينا، كان هذا المقال الذي نشره وكتبه الكاتب الصحفي أنطوان شلحات حول خدعة الديمقراطية الإسرائيلية من خلال التغييرات في تعامل الدولة والحكومة مع المحكمة العليا. للحديث عن هذا الموضوع وأكثر، نستضيف معنا المحامي والحقوقي توفيق الطيبي. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا بكم جميعا. نحن لاحظنا من خلال المقال الذي كتبه أنطوان شلحت أن اليمين الإسرائيلي يرى في المحكمة العليا أنها عقبة أمام سيطرته في القرارات، سيطرته على الأقليات، خاصة ليس فقط الأفارقة إنما على كل حقوق الإنسان. ما رأيك بهذا التوجه؟ في الحقيقة موضوع الديمقراطية، يعني اللي بيحصل هنا هو محاولة تجاوز للديمقراطية بمفهومها الأساسي، بمعنى أنه اليمين يرى بالديمقراطية هو حكم الأغلبية، ولا يهمه إذا كان ذلك على حساب حقوق المواطن أو حقوق الأقليات والمجموعات المختلفة. باسم الأغلبية يمكن فرض أي واقع اجتماعي سياسي قانوني على المجتمع، حتى لو تعارض ذلك مع حقوق الإنسان الأساسية. والحقيقة الديمقراطية بمفهومها الحقيقي هو ليس كذلك. الديمقراطية بالأساس هي تمتحن عندما تدافع عن حقوق الأقليات وحقوق المواطنين، وليس دفاعا عن الأغلبية. الأغلبية لا تحتاج إلى دفاع المحكمة عليها. المشكلة هي عندما تصطدم الأغلبية مع حقوق للأقلية المستضعفة، وهنا هذه الأقلية تحتاج إلى حماية القانون وحماية المحكمة من اضطهاد من الأغلبية. هنا يعني الملجأ الأخير أمام الأقليات هو محكمة العدل العليا. فإذا تم تجاوز هذه المحكمة، معناته هذا الملجأ الأخير عمليا تم طمسه، وهكذا يحدث عمليا طمس للديمقراطية بمعناها الحقيقي. هذا تراجع كبير، هو عمليا مسلك من مسالك الفاشية. هذا باب يدخل منه الفاشيون. عندما أنت تعطل حقوق الإنسان، تتعطل من يدافع أو من المفروض أن يدافع عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات الأساسية، هذا هو الفاشية بعينه. نعم أستاذ توفيق، ما هي مدى خطورة انعدام صلاحيات محكمة العدل العليا، خاصة أن هناك انعدام الرقابة القضائية؟ ما هي تداعيات هذه الخطورة؟ ربما توضح لنا هذه الخطورة. نحن نعرف أنه بشكل عام الديمقراطية مبنية على فصل سلطات بين ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وأهم مركب في السلطة القضائية هو محكمة العدل العليا، اللي هي بتلعب دور احيانا دور المحكمه الدستوريه، وهي لها صلاحيه الغاء سياسات اذا كانت تنافي حقوق الانسان، والغاء تشريعات اذا كانت تنافي حقوق الانسان. باللحظه اللي بنقول انه في امكانيه سن فقره التجاوز، هاي لا بيحكوا عنها فقره التجاوز، بمعنى انه حتى لو محكمه العدل العليا ابطلت قانونا لأنه يتناقض مع حقوق الإنسان الأساسية، مع كرامة الإنسان، مع قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، حتى في مثل هذا التناقض يحق للكنيسة أن تشرع قانون رغما عن أنف المحكمة ورغما عن أنف قرار المحكمة. وإحنا نعرف أن المفروض سيادة القانون أن المحكمة هي فوق الجميع، وليس أن الحكومة بواسطة أغلبية في الكنيسة تكون هي فوق المحكمة. المبدأ هو مبدأ سيادة القانون. سيادة القانون يجب أن يكون على الجميع، على الحاكم والمحكوم. هذا هو المبدأ الأساسي. فباللغة تقول الحكومة لا، أن المحكمة سيادتها ليست علي أنا الحكومة، أنا الذي أقرر، وإذا قرار المحكمة لا يروق لي، يحق لي أن أشرع قانون وأتجاوز صلاحيات المحكمة. يعني احنا بنعمل هنا خرق اساسي لمبدا اسمه سياده القانون، اللي المفروض ان يسود على الحاكم والمحكوم.
نحن نعلم أستاذ توفيق أن في سنوات سابقة كانت المحكمة تحكم لصالح الجهاز الأمني، ولكن مع كل هذه التقييدات والتغييرات هناك نزع صلاحيات المحكمة، هذا الذي أنت أشرت إليه. لكن أنتم كحقوقيين، أنت كمحامي أو كجزم قضائي، كيف ممكن أن تتعاملون مع هذه القرارات، مع هذه التقييدات؟ حقيقة أنا يعني أتوقع أن نقابة المحامين اللي حتى الآن لم أسمع يعني موقف منها، رغم من النداء من المحامين العرب أنها تتخذ موقف، لم أسمع يعني موقفا في هذا الشأن، على الأقل موقف أخلاقي. المفروض كمان يكون خلينا نقول جمعيات حقوقية مختلفة مثل جمعية حقوق الإنسان كمان، إنها بتصور إذا تم تشريع هذا فكرة التجاوز أكيد راح يكون في التماسات لمحكمة العدل العليا ضد هذا التشريع، يعني الموضوع راح يصل كمان مرة إلى محكمة العدل العليا. نعم، نحن كأقلية فلسطينية أيضا أستاذ توفيق، المحكمة والرقابة هي حماية مهمة لنا من سيطرة واستبداد الأغلبية. الهجوم على المحكمة هذا يستهدف حقوقنا أيضا، لذلك لربما تعيد صياغة التعامل مع هذه القرارات وأن تشكلون كجسم واحد لكي تدلون بصوت ورأي ضد كل هذه القرارات. لا شك أنه يجب أن يكون في هنا ائتلاف مدني، ائتلاف اجتماعي، ائتلاف سياسي، اللي يكون صوت موحد لجميع الأقليات المستضعفة، ويمكن يكون في تعاون هنا بين الأقلية العربية وبين مجموعات سكنية مختلفة في المجتمع اليهودي، اللي كمان هي مستضعفة داخل المجتمع اليهودي، واللي كمان فكرة التجاوز يمكن أن تؤذيها، مثل قضية طالبي اللجوء. فكرة مستضعفة، لا شك أنه هذا سينتهك حقوق الإنسان لطالبي اللجوء، هذا التشريع اللي بيحكوا عنه. وكمان هناك يعني مجتمع، مجموعات في المجتمع اليهودي اللي هي تشعر بالتمييز وهي مضطهدة، يمكن يعني عمل نوع من الائتلاف المدني الاجتماعي ولو في قضية معينة، اللي بتصور هي يمكن تكون يعني قاسم مشترك للجميع، لأنه الخطر هذا على الديمقراطية وليس فقط على الأقلية العربية، كمان هو بنهاية المطاف المجتمع اليهودي اللي هو الأغلبية سيتضرر من طمس الديمقراطية. يعني طمس الديمقراطية ليس فقط خطر على الأقلية العربية، وإنما هي خطر كمان على الأغلبية نفسها، على اليهود نفسهم، لأنه هذا سيؤدي إلى تفكك اجتماعي، إلى فاشية، والفاشية ولا مرة تنتصر، بالعكس الفاشية ستؤدي إلى تفكك اجتماعي في المدى البعيد.